السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلاي. سعدت لكم بحلقة جديدة من لعبات RDR2. في حلقة اليوم سنتابع المهام، لكن قبل أن نقوم بجميع المهام الموجودة في هذه الجزيرة، جزيرة غوارما، سنقوم بمهمة واحدة فقط. بعدها سنركز في الصياد تلك الحيوانات التي في إمكانكم فقط صيادها في جزيرة غوارما. إذا كنتم تريدون تختيم اللعبة 100% فيجب عليكم استغلال الفرصة أثناء وجودكم في جزيرة غوارما، لأن مباشرة بعد عودتكم للخريطة الرسمية الخاصة باللعبة فإن لا يمكنكم العودة لغوارما، وتلك الجليتش لا أعلم هل شركة روكستار جيمز قامت بإصلاحها أم لا. المهم لا يمكنكم العودة لغوارما، لهذا السبب استغلوا الفرصة يا أصدقاء. الآن سأتي إلى هنا بالقرب من علامة الاستفهام لكي أكتشف ما الذي علي فعله. ما هذا؟ خنزير. حسنا سأتعلمه. كما قلت لكم يجب عليكم فعل هذه الأمور، اسمه بيج شاينا بيج، وسأقوم كذلك باصطياده يا حبيبي وقتله. جيد، عليكم فعل هذه الأمور يا أصدقاء لكي تستطيعوا تعلم هذه الحيوانات. الحمد لله الخنزير الأول قمنا يا أصدقاء بقتله بنجاح. جلده لن نحتاج له، لكن يجب عليكم عمل سكين له لكي تستطيعوا اكتشاف هذا الحيوان 100%. ممتاز، ها هو الجلد الخاص به، لقد حصلت عليه. سأرميه رغم أنه بيرفكت، وهذا يعني بأن الخنزير الأول استطعنا صيده بدون أي مشاكل. هذا الببغاء فإنه مهم كذلك عليكم تعلمه وصيده. انتظروا أولا أكتشف، هناك خنزير هناك. جيد، هذا الخنزير كذلك لم أتعلمها بعد، اسمه وايلد بور فقط. سنصطاده الآن يا شباب. جيد، لقد مات. ضربة واحدة فقط يا حبيبي ومات. لاحظتم تلك الببغاوات هناك؟ عدد هائل جدا. أعتقد داش موجود هناك ينتظرني في ذلك المكان. المهم سنقترب. عندنا هذا الطائر كما تلاحظون، لقد تعلمته، اسمه غريت جرين ماكاو. وعندنا هذا كذلك، ما اسمه سكارلد ماكاو. وهذا ثلاثة أنواع من الطيور يا حبيبي، اسمه البلو انديلو ماكاو. بعدما تعلمتهم لقد طاروا، علي صيادهم كذلك. سأحاول صيادهم الآن. موت. جيد، لقد أصبته. الباقي هربوا، لاحظتم لقد هربوا. لا يوجد عندي أي مشكل، سأعود فيما بعد. هيا لكي نأخذ ريشة. جميل جدا، البلو انديلو مكة هو الذي قمت باصطياده الآن. وهناك هذا كذلك وقريب مني. أوه لقد هرب. هل تعلمته؟ نعم لقد تعلمته. جيد، أصبته يا حبيبي، أصبته. وأعتقد بأن بقي ببغاء واحد يجب علينا تعلمه فقط، وعلي تتبع كذلك تلك الخنازير. وبهذا سنكون قد انتهينا يا أصدقاء. البلو انديلو ماكاو أنهيناه 100%، وكذلك السكارليت ماكاو تعلمناه 100%. نحتاج فقط هذا، اسمه الجوريت جورين ماكاو. جيد، وجدت كذلك طائر جديد، السيغل. بالنسبة لهذه الطيور الأخرى فإنها موجودة عندكم في الخريطة العادية، لهذا السبب لا توجد أي مشاكل. إذا لم تقوموا بصيدها فإنها موجودة. تأكدوا بأنكم اصطدتم فقط الببغاء، لأن هذه الطيور الأخرى لا يهم الأمر، هي موجودة يا أصدقاء في الخريطة العادية. سنأتي إلى هنا لكي نقوم بعمل هذه المهمة، لأن مع الأسف هذه المهمة بأنها قريبة من هذه المنطقة الخاصة بالصيد لا أستطيع استعمال الباينوكولارز لكي أستطيع اللحاق بتلك الحيوانات، ومن اللازم علي اللحاق بتلك الحيوانات لكي نتعلمها إن شاء الله 100%. حسنا، هل هناك شخص؟ أوه ها هي العلامة موجودة هنا في هذا المكان بالضبط. أوه حيث هذا الشخص قاموا بقتله. أوه أصيبت. أهرب. من أصابني؟ مشكل. هل سيقتلونني أنا كذلك وسيعلقونني هناك؟ سقطت في الأرض. أمسكوا بي الكلاب. ضربني ذلك الشخص، عدبني. هل أمسك بي رجال الشرطة؟ هذا الشخص يتكلم بتلك اللغة الإسبانية أو البرازيلية، ليس متأكد. كلب. ضربني الكلب، يحاولون تعذيبي لكي أتكلم لكي أقول لهم أين باقي أعضاء المجموعة. 100% هذا الشخص هو زعيم رجال الشرطة. وير ار يو فروم؟ هل سمعتهم؟ انا امريكي. ضربني الكلب. ام انا امريكان؟ قال لا انا امريكي. ليفيتشيكس كورنوال. كذب عليه ارتر مورغان، قال لا اسمي ليفيتشيكس كورنوال. كورنوال فانه هو الشخصية الغنية في الخريطة الاولى، وخصوصا ضرب الكلب، وخصوصا في سان دني. قال لا ارتر بانه هو ليفيتشيكس كورنوال لكي لا يقوم بضربه. إذا سأل هذا الشخص عن ليفيتشيكس كورنوال فإن مسكين ذلك الشخص، هل قطعوا يده وأمسكوه في يد واحدة فقط. أوكي، علي الآن الاشتغال هكذا. أعتقد يجب علي إنزال هذا الكرسي كي أستطيع الهروب. أحسنت، ممتاز. نزل الكرسي يا حبيبي. أوكي جيد، جرابل، ممتاز.
دمرته تالي أيها الكلب، وتعتقد بأنك قوي سأقتل أبوه الكلب. أحسنت، وهيا لك ينهرب الآن. هل أنتم بخير؟ مسكين ذلك الشخص، يده مقطوعة مسكين، 100% قطعوا يده. عدبوا لك يقول لهم مكاننا لكنه لم يتكلم. الآن علينا الهروب، لقد أعطانا سلاح. شكرا لك يا صديقي، الآن علينا الهروب. جميل 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 جدا. أوكي أوكي أوكي، لا تقلق، عددهم فإن هائل. الاستراتيجية التي سنفعلها الآن هي التسلل والهروب. إذا رأونا يا أصدقاء فإنهم سيدمروننا. لن أقتلهم لكي لا يقوموا بقتل باقي السجناء. حسنا لا تقلق، هي فقط تحرك وسألحق بك. وعلينا المرور من هنا. أوكي جيد جيد جيد، حسنا سأختبئ هنا. ممتاز ممتاز. أوكي أوكي أوكي، سنتحرك الآن. أحسنت يا صديقي أحسنت، هناك حارسين يتكلمان. جيد، لقد تفرقوا الآن. سننطلق أم لا؟ سنتحرك. أوكي 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 أوكي، مرة أخرى هذه الأغاني الخاصة بالقرود تخيفني كثيرا. أوكي 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 أوكي، ماذا سنفعل يا صديقي الآن؟ سأختبئ هنا في هذا الجانب. أوكي، انزل انزل للأرض. أوه، لاحظتم هذا الشخص؟ لقد جاء أخذ الضوء. رأني؟ لا لم يراني بعد. ممتاز ممتاز، هي تحرك تحرك تحرك. أوكي 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 أوكي، هل استطعنا الهروب الآن؟ أنا حذر يا صديقي لا تقلق، قالوا لي بأن المانيت جويستيك اقتربت من الانتهاء. لا تقلق، وعندي مانيت أخرى ممتلئة. الآن هيا لك يا نهرب. أوكي 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 أوكي، دونت وري دونت وري. هل اكتشفوا أمرنا؟ نعم اكتشف هذا الكلب أمرنا، سددت عليه قتلته. أوه يريدوني أصدقاء خنقهم. أوكي 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 أوكي، دونت وري دونت وري. ممتاز ممتاز، هل لاحظتهم يريدون شنقهم الكلاب؟ الحمد لله لقد أنقذناهم. هيا هيا أصدقاؤنا علينا الهروب. مشكل مشكل مشكل، جاءوا. على الأقل عندي شيء من العين سأستطيع استعمالها. موت أنت أيها الكلب كذلك. جيد، هل من المزيد؟ هناك شخصين جايين. أوه بل ثلاثة أشخاص يا حبيبي. جيد 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 جيد، بقي شخص واحد فقط، سأدمره على السريع. موت، أحسنت أحسنت. هيا هيا هيا، أملي أملي بسرعة. أحسنت أحسنت. أوه هناك المزيد المزيد المزيد. اوكي اوكي اوكي، لا استطيع الخروج هناك. حسن 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 حسن، اختبئ اختبئ هنا. جي 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 جي، عددهم لقد تضاعف يا حبيبي. اولا ساقتل هذا الكلب. اوه مختبئ وراء من تلك الاعشاب، لهذا السبب لم استطع رؤيته. اوكي موت انت. جيد، هناك شخص في الفوق، هذا هو الكلب الذي اصابني كثيرا. جميل جدا، لقد دمرته. انتهينا من اسكاتسين. جميل جدا، بدات سننقذ أصدقائنا الآن وسنهرب. لقد جاء كذلك ذلك الشخص الذي يده مقطوع المسكين، وقال لنا بأن يشتغل كذلك مع هيركول. هيركول هو أسود البشر الذي أنقذنا في الحلقة السابقة إذا تذكرتم. شكرا، أوه أعطاني المال. العفو يا صديقي، تحياتي لك، مع السلامة يا صديقي. الآن سنعود يا أصدقائي للمنزل. واو هذه المهمة كانت خطيرة جدا وممتعة. أعطاني 450 دولار، أعطاني عدد هائل جدا من المال صراحة، رغم أنهم فقراء لكنهم كرماء. ها هو مايكل لا زال يحرس هذا المكان. هناك كذلك العديد من الأمور التي في إمكانكم أخذها في هذه الكامب، أنصحكم أن تأخذوها، لا تتركوا أي شيء هنا. عندنا الميراكل تونيك ستنفعنا كثيرا أثناء العراكات. في هذه المنطقة عندنا العديد من الأمور الخاص بالأسلحة. أوه هناك مسدس يشبه مسدسي، هو هذا الفولكانيك بيستل. ممتاز، تم إضافته. عندنا هنا الأمور كذلك، عندنا هنا الشاتغان. هذه الشاتغان فإنها مميزة جدا، أكيد سأخذها. الشاتغان الخاصة بغير موجودة، وأكيد سأخذ الريبيتر. أريد صراحة الريبيتر ولا أريد ذلك السلاح الآخر. علي الخروج من الكامب لكي أستطيع تعديل هذه الأمور. علي الإبتعاد كثيرا من الكامب لكي أخذ أسلحتي. ما هذا الغباء؟ على شركة روكستار جيمز تغيير هذه الأمور. لم أستطع مع الأسف الشديد تغيير أماكن الأسلحة، لا أعلم لماذا. من الممكن أنني سأحتاج للحصان لكي أستطيع فعل تلك الأمور. الآن سأركز فقط على أخذ هذه الكاند لكي نستطيع الحصول على الهيلث والستامينا إلى آخره. وبما أننا أخذنا جميع الأمور التي نحتاجها، هيا لكي ننطلق ونتابع الصيد. أعتقد ذلك الببغاء الأخضر لقد ظهر الآن. نعم ها هو الجرين يا حبيبي، هو هذا. جميل جميل جدا، أصابته. ليتس جو بيبي بويز. وبهذا سنكون قد استطعنا تعلم جميع الببغاءات الموجودة في هذه المنطقة بألوانها المختلفة يا حبيبي.
مرحبا بك يا صديقي، مرحبا بك. قريش جرين ماكا، واستطعنا يا أصدقاء تعلم 100% كما تلاحظون، وبهذا سنكون قد تعلمنا جميع الببغاءات، وهو هذا الجرين ماكاو، وهذا القريش جرين ماكاو، وهذا سكارليت ماكاو. وبقي هناك نوعين آخرين أو ثلاثة أنواع، لست متأكد، من تلك الخنازير سأحاول تعلمها، وبعدها سنقوم بصيد الأفاعي، لأن هناك أفاعي في هذه الجزيرة غير موجودة في الخريطة العادية، عليكم كذلك صيدها إذا كنتم تريدون تختيم اللعبة 100%. بعدما انتهينا من صيد الببغاء، هناك كذلك حيوان يظهر في هذه المنطقة، ويظهر كذلك في جوارما فقط، هو هذا يا أصدقاء، لقد وجدته، لاحظتموه، هو هذا، هذا كذلك يجب عليكم تعلمه، جيد، حسنا، ويجب عليكم كذلك عمل تراك الله لكي تستطيعوا اللحاق به، وبعدها قتله، جرين ليجوانا، نعم هو هذا، هذا كذلك فإنه موجود فقط في جوارما يا حبيبي، لم يموت بعد. عجيب، يحتاج العديد من الطلقات، قوي المثل الآن، جميل جميل جدا، لقد مات. هناك كذلك جثة أخرى في هذه المنطقة، أعتقد بأنني قتلت 2، نعم لقد قتلت 2 يا أصدقاء، مسكين سكين يا حبيبي سكين. هذا كذلك يجب عليكم صيده هنا في جوارما، هو موجود فقط في جوارما، وهناك ثلاثة أنواع من الأفاعي كذلك موجودة فقط في جوارما، وأعتقد بأن هناك كذلك كراب، يعني ما يقارب 9 أنواع من الحيوانات يجب عليكم صيدها يا حبيبي. ممتاز، كما تلاحظون تراكد 2 كيلد 2 سكيند 1، يعني بأنني استطعت تعلم هذا الحيوان 100%. هناك كذلك أفاعي، الأفعى فإنها تظهر في هذه المنطقة هنا بالقرب من حرف إي الرايو دي ال اي، لاحظتم جميع انواع الافاعي فانها ستظهر لكم هنا، لهذا السبب لا يوجد اي مشكل. اين ذهبت؟ هاهي هاهي، لاحظتم هي، اقتلها، ماذا لا استطيع قتلها، جي جي جي، وها هي اصدقاء سنعمل لها سكين الان يا حبيبي. من الصعب رؤيه هذه الافاعي، لونها صراحه جميل جدا، حمراء، لونها مميز، على الأقل استطعنا فتحها 100%، اسمها الرينبو بوسكين. بالنسبة للأفاعي الأخرى أمرها سهل الآن، ما عليكم فعله فقط المجيء لهذه المنطقة بالقرب من هذه الحجرة بالضبط، ستجدوا الأفعى واكتشفوا إذا كانت من نوع آخر فقوموا بصيدها وتعلمها، وإذا كانت من نفس النوع فتجاهلوها وتابعوا البحث على الحيوانات الأخرى التي لم تقوم بعد بصيدها. الآن الشيء الذي سأفعله هو أنني سأقوم بصيد باقي الحيوانات الموجودة في جوارما والغير موجودة في الخريطة العادية، وفي الحلقات القادمة إن شاء الله سنقوم بمهمة تاتش وسنتابع تختيم Red Dead Redemption 2. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، ولا تنسوا بأن السلام هو خير ختام.